ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الفجر سبور. إليكم ملخص المقابلة التي جمعت بين فريق شباب العرائش وفريق شباب نهضة سلوان برسم الدورة 17 من بطولة القسم الوطني الثاني هواة شطر الشمال الشرقي، والتي انتهت بفوز الفريق العريشي بهدف 0. اللقاء أداره طاقم تحكيم من عصبة الدار البيضاء الكبرى. الفريق العريشي سيطر منذ البداية عن اللقاء، هنا قد فجميلة بوسطة اللعب المتألق في هذه المقابلة عبر طيف الوات، لكن الكرة تذهب فوق المرمى. الفريق العريشي بدنيا كان الأقوى، هنا تدخل المدافع الصلب إبراهيم والحكم احتسب خطأ لفائدة شباب نهضة سلوان. خطأ ينفذه اللاعب نوفل بالقيد، لكن حكم شرط يرفع الراية معلنا عن حالة تسلل. تمريرة أخرى للمدافع المتألق إبراهيم داخل مربع العمليات، وتدخل لحارس شباب نهضة سلوان. هنا سلام من الجانب الأيمن لفريق شباب العرائش، لكن اللاعب سفيان يضيع الكرة بعد تدخل دفاع وحارس مرمى فريق نهضة شباب سلوان. اللاعب محمد خلدان نجم وسط فريق شباب العرائش قدم لقاء كبير وأزعج كثيرا دفاع فريق شباب نهضة سلوان. هنا تدخل قوي في حق اللاعب يوسف أجبري، لكن الحكم لم يحرك ساكنا وأعلن فقط عن ضربة خطأ. لاعب لطيف الوات قدم لقاء كبير، هنا يسدد ضربة خطأ وتدخل حارس مرمى فريق شباب نهضة سلوان. قطفة أخرى لكن الحظ يقف في وجه اللاعب عبد لطيف الوات. لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. مع بداية الشوط الثاني مدرب فريق شباب العرائش محشوب الكحل يخرج اللاعب سفيان فتوحي ويدخل القيدوم والعميد مروان برحو. الشوط الثاني تميز ببعض التدخلات العنيفة لفريق نهضة شباب سلوان في حق لاعبي شباب العرائش. هنا الحكم يعلن عن ضربة جزاء للفريق الزائر، ضربة جزاء التي فيها القيل والقال، ولكم التعليق. ضربة جزاء تضيع بعد تصدي ممتاز للحارس المتألق حاتم حارس فريق شباب العرائش. هنا تدخل عنيف في حق اللاعب لطيف الوات والحكم لم يعلن عن أي شيء. اللاعب يوسف جبري قدم مقابلة كبيرة، وهنا التمريرة التي سجلها على إسرها القيدوم والعميد مروان برحو هدف برأسية بديعة ليهدي التقدم لفريقه شباب العرائش، ولجمالية الهدف نعيده بالعرض البطيء. وعناق بين مدرب فريق شباب العرائش وعميد الفريق مروان برحو. نلاحظ قتالية فريق شباب العرائش ولاعبيه رغم الظروف المادية الصعبة التي مر بها الفريق منذ بداية الموسم. وليعلن الحكم نهاية المقابلة بفوز فريق شباب العريش على نادي شباب نهضة سلوان بهدف 0 من تسجيل اللاعب مروان برحو. وروح رياضية كبيرة بين مدربي الفريقين، مدرب فريق شباب العريش ومدرب فريق شباب نهضة سلوان. مبروك 3 نقاط، مقابلة قوية بين الفريقين. جرينتا ديال لاعبي فريق شباب العرائش، واخا كنا المباراة كانت قوية، حنا كنا عارفين المقابلة بأن الفريق ديال سلوان كان انتصر في المقابلة الفائقة وكان جاي عازم باش يجيب نقطة. حنا عارفين حنا الحمد لله كان داز بريمير ميطا، ضيعنا بزاف ديال الفرص، كنا حنا تنخدموا على التركيز، لكن الحمد لله 3 بوان استفدنا منها ان شاء الله، ونتمنى تكون هذه انطلاقه باش نمشيو في المسيره ان شاء الله ديال لو بريمير ان شاء الله.